بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على نبات الأيروبس. الأيروبس زي ما احنا شايفينه كده، ده نبات بيزهر عندنا وبيدي عندنا أكتر من نوع من الأزهار. في زهرة زي كده لونها برتقاني، في زهرة لونها أصفر، في زهرة لونها أبيض على حسب النوع اللي أنا بجيبه. الأزهار بتاعته كمان شكلها جميل. نبات غالبا مزهر عندنا طول أيام السنة. في فترة مثلا الشتاء ساعات ما بيظهرش كتير أو بيريح عندنا شوية. نبات سعره رخيص، يعني ممكن احنا نستخدمه عندنا في البلكونة، وانا عندنا حديقة صغيرة بره المنزل ممكن نستخدمه بشكل كويس جدا. ونبات متحمل عندنا للحرارة والرطوبة والظروف عندنا في مصر بشكل كبير. شكرا.